مربوحة. ايوه بتقول مربوحة. استغفر الله العظيم. تعالي اطلعي وانت يا كبير. اطلع هنا؟ لا لا لا، تعالى اقف هنا ورا مربوحة. ماشي. ده تمرين عشان الثقة بينكوا تزيد. عايزاكي تدي ظهرك للكبير، لفي كده ادي ظهرك للكبير وبص قدامك. ماشي. وانت لا لا، مربوحة ارمي نفسك ناحية الكبير وهو هيمسكك. ماشي يلا هعد. مستعدين؟ جاهزين جاهزين يكشن غور من وشك القمر ده. يلا غمضي عينيكي. واحد اتنين تلاتة. هموشة هموشة كلبوبة هتجرسك. وفي قطة بتولد. مربوحة. طيب نظرا لحالة مدام مربوحة هنكتفي بهذا القدر النهاردة. تقدروا تروحوا. بس على فكرة في هومورك لازم تعملوه في البيت. يا مربوحة أنا عرفت من كلامكم يعني إنكم اتجوزتوا بسرعة كده جواز صالونات، ما تخطبتوش في الأول. خط لازم. طيب الهومورك بتاعكم إنكم هتمثلوا الفترة اللي فاتتكم دي، يعني كده شوفوا هتتقابلوا فين؟ هتقولوا إيه؟ هتعملوا إيه؟ عيشوا حلاوة البدايات يا جماعة. بقول لك إيه يا مربوحة؟ إيه الفيري تيل المفضلة عندك؟ يعني أنا بستعمل أي نوع صابون سايل ما دام بقوة الليمون الجبار، بالذات لو بيجي معاه سفينة جهدية. مش قصدي كده يا مربوحة، قصدي يعني مين الأسطورة الرومانسية اللي بتحبيها أكتر؟ يعني مثلا سنو وايت والأقزام السبعة، سندريلا والأمير، روميو وجولييت، عزمي وأسجان. شايفة؟ شايفة أنا عايشة في إيه؟ شفت. طب سنو وايت إيه؟ سنو وايت إيه اللي بتقوليها يا عسل؟ دي تقولي لها أم رجلة مسلوخة، أم النرغولة، لا مؤاخذة الشمامة. طب بذمتك يا مربوحة، انت عمرك ما حلمت وانت صغيرة كده ان في بطل شجاع كده خطفك وجري بيكي وانقذك وانبسطتي وعشتي معاه؟ الا بحلم. بالك يا عسلي، زمان كنت بحلم بالبطل المغوار يجي ويخطفني كده على حصانه الابيض ويدرجي. غضروف يا امي غضروف. ديريجين وياخدني بعيد بعيد عن الورشة وزبايننا. طب هايل، يبقى نعمل كده، يجي الكبير يخطفك وينقذك وتعيشوا مع بعض حلاوة البدايات. يعني لا مؤاخذة يعني انت شايفة مربوحة متكشوحة وبقت مطبقة ببعضيها، طب ما تاجوا انا وانت ها نعيشوا حلاوة البدايات.